لم تتخوف يعني في ولو مرة أستاذ أش غنوشي في هذا المسار هذا واليوم وصلنا كما تقول أنت لحكومة الوحدة الوطنية من أن قواعد النهضة لا تتفهم يعني الموقف الحركة في تواجدها في حكومة مع نداء تونس يعني ما جاكش ما غمركش الخوف هذا مرة من ردة فعل القواعد؟ ماذا يطلب قواعد النهضة وقواعد النداء؟ ماذا يطلبون في الحقيقة؟ كلهم قلوبهم صافية وقلوبهم خالصة وكلهم يتمنوا لتونس الخير، ولذلك أحيانا واحد تضبب الرؤية أمامه شوية ويشك في أن الآخرين يتآمرون عليه. لازمنا نتخلصوا من فكرة التآمر ومن فكرة الاستحواذ، أنه ثم طرف يحب يستحوذ، النهضة تحب تستحوذ على تونس ولا النداء يستحوذ ولا الجبهة تستحوذ. تونس للجميع، تونس لليمين وتونس لليسار ولليبرالي وللقومي ولليساري وللإسلامي. تونس لازم نقبل أن تونس تسعنا جميعا ونسعد فيها جميعا إذا نحن تخلصنا من فكرة الاستحواذ والانفراد والأنانية وقلنا يد الله مع الجماعة. ولم تتخوف من أنه يكون تراجع من سيد البيجي قايد سبسي تحت تأثير ربما قواعده أو في يعني موقف شخصي من أن تكون الحكومة في تجمع النهضة ونداء تونس؟ سيد البيجي راهن على الخط هذا كما أنا رهنت، وآخرون راهنوا على هذا المسار والحمد لله نجح. نحن عملنا خيار من سنة ونصف، عملنا خيار على الوفاق، عملنا رهان، كان ممكن يخسر ولكن الحمد لله نجح وأعطانا دستور وأعطانا ما يسمى الاستثناء التونسي. نحن الآن واحة في غابة عربية تحترق، ولذلك السياسة هي بالنتائج. هذا الخيار اللي عملناه من عام ونص وصل البلاد إلى شاطئ السلامة، وصل الزورق للزوارق الأخرى غرقت وزورق تونس وصل إلى ساحل النجاة، وبالتالي فنحن اليوم نجني ثمار ذلك الرهان، ذلك الخيار ورهان الأخوة والتوافق، ما يخسرش دائما رابح.